هل كنتم تؤيدون موقف الجنود الروس في الحرب العالمية الثانية أمام قوات الرايخ الألماني لو كان طلب منكم أن تلقوا السلاح وتتركوا الأراضي وأن يدخل الألمان إلى المدن الروسية؟ أنا لا أظن، وأنا أظن أن هذه المقارنة ليست في محلها بشكل كامل. لا يمكن أن نقارن روسيا مع ألمانيا النازية، إنه على العكس، هي أوكرانيا الآن التي تمشي على طريق الرايخ وطريق هتلر والألمان، إنهم الآن نازيون جدد. فكما تعلم جيدا في أنه في الحرب العالمية الثانية نحن الروس والأوكران كانوا على جبهة واحدة ضد النازيين وضد ألمانيا. نحن دائما ما كنا شعبا واحدا، كنا دائما ضد النازية ولا نريد أن تنتشر في العالم، وخفنا أن تنتشر في أوكرانيا النازية. لكن إنهم الآن يستهدفون الشعب الروسي، ضد اللغة الروسية، إنهم ضد التقاليد والتاريخ الروسي والثقافة الروسية، وهذا أمر مرفوض بشكل كامل. وصبرنا قد نفذ حينما قاموا بقتل القاطنين وشعب إقليم الدونباس، تلك الجمهوريات السلمية التي تشارك روسيا في حدودها.